اهلا وسهلا حبايبي، يا رب تكونوا بخير يا رب. في فيديو النهارده ان شاء الله هعمل معاكم الحليب المكثف المحلى او المركز المحلى بطريقه سهله جدا وعلى السخن عشان اضمن ان هو يقعد معايا فتره اطول ويبقى اتعقم معايا بطريقه سهله جدا جدا. ان شاء الله هنشوفها مع بعض، وانا عارفه ان كتير مننا عارف الطريقه طبعا، بس انا ان شاء الله عشان هعمل منه حلويات كتير جايه ان شاء الله، فلما اجي اعمل حلويات يبقى الطريقه عندكم بتاعه الحليب المركز المحلى موجوده عندكم في القناه، نعملها ونطبق بيها الحلويات ان شاء الله اللي احنا هنعملها كلها. قولي لي ما يعرفش برضو الطريقة على السخن يعرفها معايا. هنا معايا الثلاث كوبايات دول زي ما احنا شايفين متساوية، كوباية سكر باودر، كوباية حليب باودر، نص كوباية مية، مية باردة من الحنفية ولا متلجة ولا مغلية ولا أي حاجة، معلقة كبيرة زبدة، رشة فانيليا باودر أو سائل، ورشة ملح صغيرة جدا هحتاجها معايا. أول حاجة في الكسرولة بتاعتي اللي هحطها على النار نص كوباية المية وكوباية الحليب البودر، كوباية السكر البودر على النار على طول من غير خلط ولا من غير خلاط ولا من غير اي حاجة، وهدوبهم كده كويس في المية دي. كده خلاص المكونات بتاعتي دابت بسرعة جدا زي ما احنا شايفين. رشة ملح بسيطة جدا جدا، دي هتعدل لي الطعم بتاع الحليب معايا علشان هو سكره كتير زي ما احنا عارفين، فدي بتحسن طعمه وبتظهر طعمه الجميل. دلوقتي هرفع بقى الكسرولة دي على النار وعلى نار هادية جدا جدا، اصغر عين عندنا على البوتاجاز وموطينها خالص وبسباتولا زي دي عشان اجيب الحروف واعرف اقلب كويس. همسك طبعا انا بقى بايدي الاتنين كده واعيش مع نفسي، هوريكم بس الخطوة دي وامسك انا كويس واقلب كويس بالطريقة دي على نار هادية جدا، مش عايزينه يتلسع ولا يشيت مننا علشان ريحته ما تتغيرش ولا طعمه يتغير. زي ما احنا ملاحظين هنا بدأ يغلي بسيط كده من الجناب. برضه انا مستمرية في التحريك كده والتقليب، ما بتنيلش من قدامه خالص، وعايزاه يعني يغلي كده لمدة 5 دقايق ولا حاجة على نار هادية كده عشان نضمن تعقيمه كويس جدا ونضمن انه يبقى سميك معانا ويدينا نتيجة جميلة في النهاية. وبعد مرور 5 دقايق كده بيغلي هو على نار هادية جدا، رشة الفانيليا معايا سائل او بودر، وقلب تاني. هو بيغلي بسيط جدا جدا، مش بيغلي كده ويبقلي الجامد يعني عشان النار مش عالية زي ما اتفقنا، يبقى نار هادية جدا جدا مفيش حاجة لازقة في الجناب ولا لازقة في الكسرولة من تحت. مع التحريك المستمر برضو بستمر في التحريك. ودلوقتي اخر مرحلة، ضفت معلقة الزبدة الكبيرة معايا واسيبها كده تدوب برضو من الحرارة وتاخد لها غلوة معاه، غلوة اخيرة بس بعد ما تدوب كويس. معلقة الزبدة دي هنا يعني بتديله طعم اجمل وبيبقى زي الجاهز بالظبط، يعني الاضافات اللي احنا ضفناها دي رشة ملح مع الفانيليا مع الزبدة، يعني ممكن تكون حاجات مختلفة عن مقادير كتير سابقة شفتوها ممكن قبل كده. الحاجات دي كلها بتوصلنا النتيجة فعلا فعلا زي الجاهز واحلى، مش مجرد يعني كلام، دي حقيقة. ان شاء الله هتجربوها وتشوفوها. الزبده بقى بتديله لمعه، بتديله قوام جميل، طبعا اما بتبرد معاه بتديله كثافه، اما بتبرد الزبده بتجمد وبتدي كثافه للحاجه اللي محطوطه فيها، بتديله لمعه بتديله كثافه بتديله غنى في الطعم وقوام جميل وكل حاجه، بتديله حاجات كتير جدا. ان شاء الله لما تجربوها تعرفوا. انا بقى اكمل برضو تحريك كده لغايه ما تدوب خالص الزبده وتندمج معاها وتاخد لها غلوه معاه برضو. وزي ما انتوا عارفين من عادتي بحب اصفي الصوصات او اي حاجة بعملها علشان اضمن نعومتها واتخلص من اي كتل تكون موجودة فيها ولا حاجة. اعدي كده من مصفى اخرمها ضيقة جدا جدا علشان اي حاجة فيه ينزل لي ناعم وسلس وزي الحرير كده وجميل جدا. اهو زي ما احنا شايفين الكسرولة مش اي حاجة لازقة، اي حاجة محتاجة كله جميل جدا. وبكمل كده تصفية علشان لو اي حاجة تتحجز لي في المصفى وينزل لي بقى قوام الحليب المكثف رائع وكريمي كده وانسيابي وناعم جدا. بس برضو اي حاجة كده بواقي سكر بودرة مش مطحونة كويس، بواقي اي حاجة اي حاجة كده اضمن ان كل اللي نزل صافي وجميل جدا بالشكل ده. بصوا قوامه من دلوقتي هو لسه سخن، اهو منزلاه من على النار، بس قوامه وريحته بقى روعة.
عايزه اقول لكم بقى ريحته انا شماها روعه فعلا. ولما يبرد طبعا هيتقل اكتر. وده كده شكل الحليب المكثف المحلى او المركز المحلى معانا. بص هو هدي شويه بس لسه دافي برضو، بس قوامه ولونه وريحته وطعمه دقته جميل جدا، ما شاء الله هيعجبكم جدا جدا. وزي ما احنا شفنا اسهل طريقه وانجح طريقه، ما استخدمناش اي حاجه ولا حتى اي اله كهربائيه ولا خلاط كهربائي ولا مضرب ولا اي حاجه، كله يدوي يدوي. وعلى السخن، على السخن دي طريقه تضمن لنا تعقيمه. طبعا لما بنعرض الحاجه للغليان بتعيش فتره اطول وتبقى متعقمه اكتر من لو انها على البارد كده على طول من غير تعريضها للحراره. وطبعا انا هستنى ما يبرد خالص واعبيه في برطمان زجاجي متعقم نجيف واغطي عليه واشيله في التلاجة، يفضل معانا كده هنعمل بيه حلويات كتير ان شاء الله. هو اساس لحلويات كتير جايه، حلويات شرقيه بقى وغربيه وحاجات كتير حلوه ان شاء الله. وكمان هعمل معاكم كل اصناف الحلويات الشرقيه بتاعتنا الحلوه علشان رمضان، وكل اصناف العصائر بتاعت رمضان وتحضيرات وحاجات حلوة كتير ان شاء الله. انتظروني جاي رمضان هنعملها سوا، واولها الحليب المركز المحلى علشان هنستخدمه زي ما بقول لكم في حاجات كتير. وان شاء الله الطريقة دي تعجبكم، طريقة على السخن ومن غير اي آلة كهربائية، وفيها شوية اضافات زيادة كده عن اي طريقة تاني هتضمن لنا يعني انه يعيش معانا اطول. والطعم جميل جدا والقوام، هو عمال يهدى بس لسه دافي، بس قوامه جميل جدا هيعجبكم ان شاء الله. تنفذوه كده وتحضروه عشان هنعمل بيه حاجات حلوه كتير. ويا رب الفيديو يكون عجبكم، وما تنسوش بقى لايك وشير وسبسكرايب. واللي اول مره يشوف فيديو معايا في القناه ينورني واشترك معانا، واستنوني على خير في فيديو جديد. مع السلامه.